مرحبا بيكم من الناس الكل. اليوم شغلوا مع بعضنا المعشش، المعشش التونسي. المرة اللي فاتت عملتهمكم كمية صغيرة برشا، بون نظرا الفيديو قديم ونقص الإمكانيات وي 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 وي. المرة هذه باش نعمله لكم كمية أكبر من اللي عملتها المرة اللي فاتت بطريقة ومقادير مضبوطة جدا جدا. لهنا أول حاجة باش نبدأ بها هي السيرو، قبل ما نحكي لكم على بقية المقادير. السيرو لهنا عندي 500 غرام سكر، 500 غرام سكر عليهم 250 مليلتر ماء، ولا كيكاية السكر عليه نص كاس ماء، ونعمل عليه 10 قارص شطر كعبة قارص هكا، ونخليه يطيب سلة سلة على النار حتى يوصل معناه يثقل معانا. وبالنسبة لمقادير العجينة سهلة برشا. لهنا عندي حار عظم، حارة معناه 4 بيضات، نمشي نغسل يدي من قشور البيض على خاطر باش نخلط العجينه بيدي. ولهنا عندي باكو سكر فاني، والا سكر فاني سائله واللي عندكم متوفر عندكم اعملوه، باش نخلطها وباش نحط عليها تقريبا بين 400 و500 غرام فرينه، لكن انا ما نقولكمش بالضبط على خاطر انتي وحجم البيض وانتي ونوع الفرينه يشرب ولا ما يشربش. تنجم تعملها، حتى عملت لكم في فيديو الاخر بيضه واحده جوست ما تلم بالفرينه، ما جوست انا عيرت لهنا باش نقول لكم معناها قداش هذه الفرينه تيب 55 اللي يحب يتبع شوف قداش يقعد منها. معناها بسم الله نحط هكا تقريبا ونسيت رشه الملح اللي لابد منها في الحلويات متاعنا، تقريبا هكا. وماذا بينا العجينه تكون مكبوسه بالكدا ماهيش مرخوفه باش ما تتقطعش معانا في الحلين من بعد. طبعا ما عادش حاجتنا بالفوي، نزيدو شويه اكل فارينه ونخلط العجينه بيديه. بسم الله هاكاش خليت منها تقريبا 70 غرام حاجه هكا ولا 50 غرام فرينة. هكا هاو تكبست معانا بالكدا بالكدا مكبوسة تعب على الاخر. نحيو الشقالة بسم الله ونعجنها جست ما ترطاب هكا شويه، معناها مش تتعجن تتعجن. نجي ناخوها هكا ونقسمها تقريبا كويرات، شفتو قداش يابسة مكبوسة بالكدا كي عجينة المقرونة هكا، ونجي نحلهم هكا هكا خاطر باش نعملها في الماكينة مش بالقلقال. الأخرى عملتهالكم بالقلقال وهذي باش نعملها بالماكينة بتاع المقرونة. أهيا هكا نجي نلفها في الفرينة، اكلي قاعدة هكا الفرينة ولا نشي كيما تحبوا باش ما تيبسش اكثر من هكا وتطرشق لي من برا، باش خليها ترتاح شويه باش نجم نحلها في الماكينه خاطر مازالت معجونه جديده باش تتمطط معايا، كي باش نحلها باش تتمطط وترجع معناها ما تشدش الفورمه. نخليها تقريبا بين ربع ساعه نصف ساعه، كي نمسها ممكن نمسها هكا ما ترجعش العجينه ترتد معايا، خص هكا ترجع ترتد، كي نمسها صبعي يقعد محفور. هذاك الطريقه اللي نعرفوا بها الجلوتين تخف نتاع العجينه. ونخلي غطيوها وخليها ترتاح.
ولهنا عندي 200 غرام، في كام 100 غرام بفريوة و100 غرام لوز، حطيتهم اتحمصوا في الفرن على أعلى درجة، حطيتهم تقريبا مدة 20 دقيقة وإلا أقل شوية 18 دقيقة، اتحمصوا في الفرن وبعد خرجتهم هم عسوا عليهم لا يتحرقوا لكم. ولهنا عندي فستق تقريبا 50 غرام ولا 60 غرام فستق، أما هو مش فستق، فستق شوف شنو عملت له. عندي هوني مغرفة صغيرة تقريبا هاكا فستق كعب، وعندي هوني لوز شرائح باش نحط لهم قطره نتاع كولورون خضراء هكا، قطرتين ولا ثلاثه يمكن هبطوا، اما ما فيهش مطعم ال شو اسمه مطعم الفستق، اذا تحبوا تحطوا مطعم الفستق تحطوا، انا مانيش باش نحط باش نخليهم هكاك. وهاوكا رحيتهم ولاو كعبه بكعبه، هذاك هو كزعما زعما فستق. صدقها ليش باش نعمل. شديت فوشة وما وصحفة بالماء، قعدت ندهن في الأحراف متاع الكسرونة اللي عملت فيها الشحور. حبيت نوريكم الحبيبات متاع السكر، كانت راو فيهم في قاع الوحدة أو هما في قاع الشقالة، الحبيبات متاع السكر اللي كانوا في الحرف، لكن الحبيبات هذوكم هما اللي يعاودوا يردونا السكر متاعنا كريستاليزي ويعاود يحجر معانا. انا واحدة من الناس كي نستهتر ما نعملهاش الحكاية هذيا يحجر معايا من بعد، ما نكتبش عليكم قداش من مرة تصير لي سختو كي نبدا مزروبه ونحطو على نار قويه ماشي في بالي هكا باش نكبس روحي. في تونس الحق ما تصير ليش، اما هوني تصير لي مع السكر يسر باليد وفي ساعه يلسو كريستاليز، دونك تردوا بالكم من الحكايه هذيا. تشد الفوشه وبالماء تبدا هكا وتنظف الاحراف نتاع الكسرونه نتاعك وهي تغلي. وطوى الشحور نتاعي تقريبا وصل للمرحله هذيا، زدت مغرفتين عطر شيا وزدت عصره صغيره قارص، بقيت كشطر القارص هذيك قعدت منها، زدت كملت عصبت عليه مليح وحطيته. وطوا وقت نحس معناها كل الكرات هذوكم ولاو قد قد نولي نهبط الشحور نتاعي. والسيرو نتاعنا يزمو يوصل بين 120 و130 درجة كيما المورانغ ايطاليان، كيما السيرو نتاع المورانغ والاكل يبدا معناها باش يوصل كي نهزو كعبة نحطوها في طرف ما بارد تولينا كيما القوم في يدنا. لازم نخلطو بين 120 و130، هو هكا او كلونو بدا يصفار وبدا وصل لنا 120 درجة. صحيح 120 درجة نهبط، ريتو كيفاش الكشكوشة نتاعو لازمها تكون يبدا ثقيل، نسمعو صوته مميز. هاكا توا صحيح باش نهبط، معرفش نزيدو اكثر من هكا. توا عندي الزيت نتاعي لهنا باش نحطو توا هو اللي يحمى، ومادام انا قديت البات نجيو للكعبات نتاعنا، نجي لهنا للماكينة، نجي الماكينة نتاعي نحلها على رقم واحد معناها باش تولي واسعة، تبدا واسعة، ونجيب ناخد كعيبة هكايا وندخلها. هكا هكا نزيد توا رقم 4 ومن بعد رقم 7 وطاوة رقم 9. رقم 9 نعاودها مرتين ولا ثلاث هكا هكا، ريتها تبدا مكبوسة راهي تبدا متماسكة العجينة هكا، ما نشدهاش بيدي من فوق خليها تكمل وحدها باش تتجبد الماكسيموم. هاكا توا نجي للشيرة الأخرى نتاع اللي تقص كيما المقرونة. هيا المعشعش نتاعنا نحطو توا في بلاصه وحده لو طونك باش نقليهم مع بعضهم، ونكمل بنفس الطريقه وبعد نرجع لكم ان شاء الله. لهنا كان جاتكم العجينه نتاعكم طريه حتى شويه هكا ولا حتى كيفينا مكبوسه بالكدا، ما تمنوهاش لفوها بنشا ولا بالفرينه باش ما تلصق لكمش في بعضها وقت اللي تقصوها كيما المقرونه، وطول دوب ما تقصوها ارميوها التقلي. وبعد نجي مع بعض ما حماية الزيت نتاعي نحطهم في الزيت، نحاول نحلهم
ما نخليهاش تكح علينا، نردو بينا خاطر دقيقة وفي ساعة تعطي اللون متاعها. هكا هاو هكا يزيها، نهبطها ونحط واحدة أخرى. نجي ناخذ صفية هكا ونلم بها هكا الزايد هذاكا، وهاو وين حطيتو بابي أبسوربون، ونقصو في الزيت متاعنا ما يكونش على أعلى درجة الزيت، ما يتبقى نديه ونكمل الكل بنفس الطريقة. وتوا كملت القليان متاعو، كعبيت في الاخر الحقيقة نسيتها ذي الرشة ذي نسيتها كحمارت شوية، اما سبا وكلونو مذهب مزيان. نجي ناخذ الشقالة متاعي هكايا ونحط فيه شوية من الكمية، ريحة العظم والفاني هي اللي تميز الريحة متاعو، ونكسره هكا بيديا هكا. الشحور متاعي برد وتكبس، حطيته على الغاز بعد ما طفيته على البلاك باش جمي ترخف يسخن شوية، ونكمل نحطه فوقها. هلا ناخذ الفيكيا متاعي نهروشها، هايكا دوما تهروشت مش رحيتها على الاخر، وفما كعبيتك قاعدو هما كيما هما. نخلطو الفيكة الكل مع بعضها هكايا، نحط شوية من هذا مش برشا، والباقي نخليه يغشو عليه. هكا وتوا نجيب الشحور نصب عليه الشحور، وبطبيعة ما خلطش بداية. نجي ناخذ الطبق اللي باش نحط فيه هوا وندهن بالزيت باش ما يلصقش معايا. الطبق هذا كبره 35 سنتي على 25 سنتي. نجي توا ناخذ زوز مغرفلوح وناخذ الشحور بسم الله، ونصب الشحور الكل بسم الله. نجيب سباتول نكمل هبط بقيه الشحور خاطرو عاقد بسم الله، ونخلط فيسا باش يتوزع الشحور متاعي بالتساوي، ومادامو سخون باش ما يبردليش. بسم الله حاول نردو متساوي هكا قبل ما ننزل عليه النزلة الأخرى هكايا. نجيب لو طول بابي كويسون، نجيب هكا بسم الله
ونزل نزيد خويا بالقدي باش يترص في بعضه هكا. ومن بعد نجيب الرش عليه هذايا فصدق زعما زعما يعني هكاك. ونعاود نحط عليه هكا ونجيب القلقال. بسم الله يخدم خدمته القلقال. فوالا جينا قد قد كمية مضبوطة جدا. هكا سكيني ها هاكا هذا المعشش نخليوه يبرد وبعد نجبدوه ونقصوه نحطوه في الفريجيدير يبرد تماما. ها هاكا ترص في بعضه بالقدا بالقدا خليه حتى يبرد تماما ونخرجوه ان شاء الله. وطوا نجي باش نقصهم. نورمالمون نقصوهم هما مازالو دافين سخان اما انا خليتهم حتى بردو. نجي هكا اذن نعملهم مستويين مستوي هذاك علاش هذوما باش نقصهم هكاك. هكا وطبعا نجي نقيس 3 سنتي هكايا ونجي نقص هكا هكا بسم الله. هكا نجي نقيس 3 اخرين هكا نقيس 6 9 12 15 18 21 24 هكا. ومن بعد نجي نقيس بثلاثة سنتي بثلاثة سنتي وهكا نكونو كملنا القصان بتاعنا. نجيو للحرف هكا نجبدو طرف هذا الزيت نجبدو كعيبة مع بعضنا هايكا هايكا كعيبة نعملوها صغيرة هكا للمناسبات. وإذا تحبوها كبيرة تنجمو تعملو 4 سنتي على 4 سنتي كيما تحبو نتوما. هاو كلم عشعش متاعنا والحاجة الباهية اللي فيه ما فيهش برشا عسل. هاو نشوفو هذوكم اغزر كي ننزل عليها كيفاش. شوفو كي ننزل عليها قديش مكبوسة والعسل كيفاش يتجبد. هايك مكبوسة مليح مليح اي سورتو بنينة. قلعو كعب اخرى ها هوكا وهذا المعشعش متاعنا.
ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. تابعوا كما قلت لكم التفاصيل، باذن الله ينجح معاكم وسهل ما فيه حتى شيء. هانا نقلعوهم هكا بالطريقه هذه، وناخذ فريشكيت تاع البقلاوه تاع اللي تحبوا عليه هكا، وإلا تاي أكبر شوية هكايا. وهذه وصفتنا كانت لليوم، إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وفي حلقة أخرى وصفة أخرى إن شاء الله، وبسلامة.